السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت واجد في إكسبو 2020 في اليوم الثاني. فهذا المعرض افتتح في 1 أكتوبر 2021 وغادي يستمر حتى 31 مارس 2022، يعني مدة 6 شهور. والمعرض غادي يبقى مفتوح جميع الدول، يعني أكثر من 196 دولة. واحد ما شاء الله، الجناح المغربي اللي تعتبر أحسن الأجنحة في معرض إكسبو. غادي ندخلوا ليه من بعد، هو قدامنا.